السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حلقة جديدة، ودي هتبقى أول حلقة لينا عملي. هنتكلم على حاجة اسمها الروت، عايزين نعرف إيه هو الروت وبيفيدني في إيه، وإيه هي إيجابياته وسلبياته، وإزاي نعمله للموبايل وهيفيدني في إيه. الروت ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن صلاحية بديها للموبايل بتاعي عشان أقدر أوصل في حاجات للموبايل ما أنا كيوزر عادي ما أقدرش أوصل لها في الوقت الحالي. طيب الروت ده يا جماعه يعني زي ايه؟ عامل زي صلاحيه الادمن كده في الويندوز، يعني مثلا انا عندي ويندوز بيبقى في حاجه اسمها يوزر وحاجه اسمها ادمن. طيب بالنسبه بقى للاندرويد في حاجه اسمها يوزر ومش حاجه بس اسمها ادمن، لا حاجه اسمها روت، عشان الاندرويد ده بيبقى معمول بنظام اللينكس. تمام؟ طيب ايه بقى ايجابيات مثلا او هستفاد في ايه في الموبايل بتاعي لما اجي اعمل الروت دوت؟ اولا يا جماعه هقدر احذف البرامج الاساسيه اللي هي ما بتتحذفش. البرامج الاساسيه اللي في اللي بتبقى اللي احنا بنقول عليها كده جايه معايا في الموبايل، تمام؟ فدي طبعا هقدر احذفها. طب ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي اولا للبطاريه، هيبقى اداها افضل، البطاريه بتاعتي، الناس اللي بتشتكي البطاريه بتاعتي بتفضى بسرعه. طيب هتؤدي لايه تاني؟ هيبقى الجهاز بتاعي اسرع. طيب ايه تالت مثلا؟ هيخلي سرعه الجهاز بتاعي اقوى. ده كده يعتبر اشهر او افضل الحاجات بالنسبه للروت، الجانب الايه الايجابي بتاعه. اما بقى بالجانب السلبي بصراحه هم يعتبروا نقطتين، يعني مثلا لو انا استخدمت روت غير مناسب للجهاز بتاعي ده طبعا هيعمل مشكله كبيره وهيوقع النظام السيستم عندي اللي هو الاندرويد يعني. طيب النقطه الثانيه اللي انا اصلا ممكن اعمل روت وهستخدم برنامج يعني او برامج معينه عايز اعمل بيها حاجه، فممكن البرنامج ده نفسه يضرني يبوظ لي الاندرويد بتاعي. تمام؟ فدي برضو نقطة مهمة جدا. تمام؟ طيب تالت حاجة هيعمل لي يا جماعة حاجة اسمها التلاعب بالنظام اللي احنا بنسميه جيمينج ذا سيستم، او كمصطلح يعني مشهور. دي كده بالنسبة للجانب السلبي يعني. طبعا يا جماعه في الاول بننزل برنامج الابليكيشن اللي اسمه روت تشيكر عشان نعرف ان احنا عندنا روت ولا لا، وطبعا قال لي اللي انت ما عندكش روت. بنبدا بقى نخش على برنامج اللي هو دكتور فون، وهنخش على روت بنضغط عليها وعشان نعمل روت، بس طبعا نتاكد ان الموبايل متوصل باللاب او بالكمبيوتر، وببدا اضغط على ستارت. تمام؟ طبعا بيبدأ يعمل تشيك عشان يتأكد الموبايل واصل، وطبعا اراه له زي ما انتم شايفين اللي هو الموبايل بتاعي اللي اسمه جالاكسي S7 Edge. تمام؟ طبعا هبدأ بقى اضغط له على روت ناو، ويبدأ يا جماعة يعمل روت اهو زي ما احنا شايفين. تمام؟ طبعا بيبدأ يعد معايا، وما قلقش برضو بأكد تاني في النقطة دي، لو الجهاز عمل ريستارت ما أنا مفيش أي مشكلة خالص، يعمل ريستارت عادي وهيفتح تاني ويكمل مفيش أي مشكلة. تمام؟ دلوقتي بقى ببدأ أخش تاني على الأبليكيشن ويتأكد فعلا اللي إيه الروت أهو اتعمل. تمام.